إذن عشان هو الأب اختياري في العرض ده، ويا رب أكون عند حسن ظنه. وأستاذ دسوقي طبعا بشكره من كل قلبي، وأستاذ فتوح وأستاذ عصام، يعني يا رب أكون حققت الفكرة. ما حضرتك بتتفرج النهاردة حققت إلى حد ما رؤية المسرحية إن شاء الله. وطبعا بشكر كل الكاست بتاع المسرحية اللي ساعدني، بداية من أستاذ محمود عزت النجم وطبعا جميلة اللي مش عايزة أقول لكم الكوميديانة اللي بتضحكنا في الكواليس بتاعت المسرحية طول الوقت، مع إنها عاملة دور تراجيدي بس هي كوميديانة هايلة. ومايكل ممثل يعني ليك مستقبل جميل، وحازم العسل، أنت العسل بتاع العرض وأستاذ أحمد عبد العزيز، يعني مش عايزة أقول لك، عارفة إن أنا تعبتك قد إيه بس يا رب إن شاء الله أكون عند حسن ظنكم كلكم. وبشكر أستاذ مازن تاني.